عزيزة جميلة، صديقة جميلة، إنسان والإرادة. صديقتنا الجميلة لديها شلل أطفال في الساقين على عكازات من المعدن. تواجه صديقتنا الجميلة للإعاقة كل شجاعة وإصرار على مواجهة كل صعب. صديقتنا الشابة الجميلة رغم كل التحديات اللي بتقابلها، بتحاول صديقتنا الجميلة ان هي تستمتع بحياتها وتخرج للحياة بإرادة قوية، بتعلن رفضها للإعاقة، رفضها لنظرات المجتمع السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.